حقيقة القلب يطمئن، والشرح والصدر ينشرح، والنفس ترتاح، والعين تقر عندما نرى مثل هؤلاء الشباب والفتيات وهم يبتكرون مسابقات قرآنية ويبادرون إليها في عالم الواتساب الذي دأب أكثر الناس على استعماله في المجون والباطل، فها هم ينورونه بالقرآن ويطلقونها مسابقة قرآنية واتسابية، فلمثل هذا فليعمل الواتسابيون. جهود طيبة يبذلها الشباب، شباب في سنهم وأعمارهم لكنهم شيوخ في أفعالهم ومكانتهم العلمية، فليس الشيخ من شيخه الزمان، إنما الشيخ من شيخه القرآن وشيخه الرحمن.